كل هذا وما هسه استوعب قصير بالله عليك مين كان ماسك قصير بالله عليك صار يضرب برا بعيد اكل وخرا هسه ركز حسين طلع 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 انعجق انعجق اضرب اذا صار عندك خمسه اذا صار عندك خمسه قصير اضرب اضرب حالك واحد اذا صار عندك خمسه انا دز دبز بجيب بالله عليك اوكي يلا يلا مهدي من موسى قصير معك انا طول بس والله نزلت والله نزل لا عيشني عيشني جيت لعنده مين فاز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة، طبعاً مثل ما شفتوا بالمقدمة كنا بنعمل انجلش تبع الطيارة والحمد لله بعد عدة محاولات قدرنا نعمله، طبعاً بالأول شي كده عم بجرب لحالي وبعدين جرب معي حسين وبعدين راح حسين راح جيت قصي وجرب معي. بعد ما نجح آخر جلتش قدرنا نظبط معنا وينجح معنا. النهفة مو هون، النهفة آخر شيء لما أنتم شفتوا فزنا كان في الفريق المقابل لأن اللي هو خسرناه كان فريق عربي. مين هو الفريق العربي؟ رح تشوفوا بنهاية الفيديو هتعرفوا مين هو وشو صار وشو حديث وشو حديث دار بيناتنا وشنو نعرفنا إنه هن. المهم مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو وما تنسى أهم شيء اللايك لأنه هذا الشيء بيرفع من تقييم القناة وبيرفع من قيمة الفيديو هيك والاشتراك بحمسني أكثر وأكثر وكل ما أنتوا شاهدتوا الفيديو لمدة أطول وضليتوا مستمتعين بالمشاهدة أكثر اكتبوا لي لأي ثانية أنتوا ضليتوا عم بتشوفوا الفيديو وبنهاية الفيديو راح أكتب لكم جملة ومو بنهاية الفيديو راح تلاقوا في أحد الصور راح تلاقوا كلمة أو جملة مكتوبة أرجو أنكم تشاركوني إياها وتكتبوا لي إياها بالتعليقات بس مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو ليتس جو مثل ما كنتم شايفين وصلنا لنهاية الزون تقريبا ما ضل غير الشوفة صغيرة وما عاد يبين علي الزون والشخص اللي كان راكب معي بالطيارة غبي نزل ما بعرف ليش لأنه ما كنت قادر أحكي معه ولا قادر أتواصل معه ومثل ما كنتم شايفين تقريبا انتم شايفين بالماب من فوق أنا برا الزون بس ولكن أنا كنت بقلب الزون طبعا لأنه هون أنت بس تصير بالمرتفع جدا عالي يعني فوق الغيم فوق الغيم ف يختلف معك كثير بالأحداثيات بيختلف كثير شغلات معك المهم بس ما قدرت اصمت لانه بسبب انه ما كان في حدا معي يساعدني بالتاهيل ونفس الوقت ما كان في حدا يمسك الطياره فاختلف شويه موازنه فضيعناها هي الفرصه الاولى وكان السبب الرئيسي انه ما كنت جايب معي سمك لانه هذا اللي كان معي عذبني كثير بقول له اعطيني الجرابلر ما بيرضى يعطيني اياه بس انه عندك الجرابلر ما يرد علي ما كان يحكي معي فكثير عذبني لو انه كان شوي متفاعل كان ممكن انه نقدر ننجح من اول محاوله يعني كان نقصنا شوي بسيطه جدا حتى نربح المهم راح اترككم خلصت المحاوله الاولى هي وراح نروح على المحاوله الثانيه ونشوف شو صار معنا قصير شوف علي قريب منا خليك على جنبي حسين صرفونا قصير صرفونا خوخ بعد حابب مني ها اثنين ها الثالث فنشته هذاك شباب عندي مات مش ما في غيره؟ ما في غيره اعطيني من الكتاب وين كت بسرعه كرت مين؟ فاضي فضيل لك لا بدنا سمك حجي انزل 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 قصي قصي كمان خلينا نلعب مضمون معنا اثنتين بازوكا ما ميتين بدنا هي الواحد ولا كيف؟ طيار بدنا نكون بالطياره فوق نحن عرفت كيف؟ بدنا سمك اسهل شيء هاي انزل اسمع من انزل انزل هون انزل هون على الوادي من ورا مشان نقدر نلوت انزل على البحر خلينا نط روح على البحر مشان ننط وانت بعدين انزل على روح على البحر مشان ننط اسرع هلا نسيت اربع كويسين اربع سمكات كويسين لو كانت ما بكون احسن افضل اذا صدنا واذا ما صدنا يعني طلع لي هاربون حلو طافي هون اثنين اي سمكتين اوكي عمودي خليك اطلع بس اطلع في ناس لا اطلع عمودي خليك سيبي بس مش الزون سمعت دقيقه كامله ايش بس بالدبليو ايدك على الماوس شيل وقف هون لا تسوي شيء بس على الدبليو ايوه وبس وصلت محل الشرط يوقف هلا قصي بدك تطلع انت على الزون ما تطلع شلون انت عم تمشي ها فهمت علي؟ ادخل جوا الزون خلاص وقف انا برايي قرب على المي عشان شافونا لسه مبينين عليهم بس كمل روح على المي وقف على المي انا كبيت كل اسلحتي ما عندي غير سكار وما في غير 30 رصاصه تمام حاج اطلع يعني تعرف ليش انا راح نمشي مره ثانيه هلا بس سكر الزون تصغر نفس الشيء عرفت
قصي صرنا على الستورم جايز، صرنا على الستورم. لا لسه لسه بدنا كمان شوي. قصي يا قصي، قصي نعم نعم معك معك. لا تطلع على الخريطة هلق شلون بدك تمشي على الزون، ها طلع على الارض فهمت؟ اه لان هلق الزون بده يصغر، انت بتشوف آه حالك بالخريطة انت برا الزون بس بالواقع انت بالزون، فهمت شلون؟ لا فهمت فهمت. وصلنا 800 ارتفاعنا. حاج حاج حسين، حاج حاج نموت بعدين حسين. كمان خليك حاج حاج حاج. وصل 800. لك حاج خيو، لك حاج حاج نموت نموت. كمان كمان. لك نموت يصير الزون يسكر علينا من فوق بسرعة. ضغط الجو. لك مو ضغط الجو، الزون بيفرق المسافة فيه. ليش عم بقول لك طلع على الزون أنت لا تطلع على الخريطة؟ هلا أنت بالزون بالنص. على الخريطة أنت على الحرفو. كبلهم كبلهم حسين، ايش في عندك شغلات هيك كبلهم اياه من السما خليك تنزل عليهم. بتعرفي امين الناس حبه حبه. لا لا إيه إيه إيه. انا شفته شفته الناس عم ترمي لهم مات حبه حبه هيك إيه؟ اخوان بشوفونا سال بتصير دخوا لفوق خلص ما ببين عليهم. لما نسكر الزون، لما نسكر الزون ما راح يبين. اسمع اسمع عم بزت لهم حديده حديده. حبزتوا الناس. انا بزتهم حديده حديده. خليك خليك عم ترمي كلمه ساكته لسه في خير الله معنا بس. عبدو بعد بعده دعوه. اه اجى دخل. هلا بالشباب. هلا هلا هلا. شو افضل لك؟ خليك عم ترمي وحده وحده. هاك وصي انت ركز على الزون. نطوا بالمي كلكم، نطوا بالمي. لك ايش نطوا بالمي؟ استنى استنى شايفين وين طلعنا؟ مو شايفيننا، طلعنا جلتش. فرجي فرجيني جلتش. راح يطلعوا فوق، راح يطلعوا فوق هسه. لك وين؟ انتوا برا. لك نحن فوق 800 متر. طلع شفت الزون؟ شوف شوف الزون؟ انتوا برا. شوف الزون من زمان؟ اه بالزون احنا برا على الخريطة. يعني هسه مستبعدين فكروك تحت الجسر. فكروك تحت الماب، جلتشات تحت الماب. هسه في واحد لازم يقتلوه. لا 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 ضل سكواد كمان. أربعة. مين قاعد برمي موارد؟ ما نحن عم نهوشهم نحن فوق يعني. اه الموارد طلع برا. لا ارمي موارد ارمي موارد هلا. قصي قصي الدم نجد، قصي الدم نجد. قدم. كل. عندي بطلت تخيل انا تبعت البازوكا. بدل بدل السلاح بتهيل. بالله عليك ريماس بدل السلاح بتهيل رجع تهيل. اه انا كمان نفس الشيء صار قبل شوي معي نفس القريش. حسين بس ركز بالزون الله يوفقك. قصي ارجع حالك بازوكا، قصي اعطي حالك بازوكا. انا خليت البيت بدي انا 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 ضد العايش. صار يضربوا بشكل عمودي. شافوكم بس ما عم تجي. لا لا شافوكم ما بأثر حتى الطلقة بتصلنا. بس ما عم تجيبونا ما عم تجيبونا ما بتجي بتجي تحت الطيارة بس ما بتصل علينا. كل هذا وما هسه استوعب. قصي بالله عليك ابنك كم ماسك. قصي بالله عليك صار يضربوا برا بعيد ما يبين عليهم خلاص صاروا بالزون. اكل وخرا حركش حسين. طلع 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 انعجقوا انعجقوا. اضرب اذا صار عندك خمسة. اذا صار عندك خمسة قصي اضرب اضرب حالك وحدة. اذا صار عندك خمسة انا دزه دبز بتجيب بالله عليك. اوكي يلا يلا مهدي الموسى انا طول بس والله نزلت والله نزل. لا عيشني عيشني اني مو لك. اضرب 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 كمان واحدة. بدل بدل اضرب النص. ضربت النص جيت لعنده. مين فاز؟ طلع الموارد لسه تنزل قاعده. يلا خم ما بدنا نعد الحركه البايخه. الروس لا ما فيك تروس فيك تروس. بلاش اصير العب لحالي بضرب. اه بالضبط انا مش عايد هاي الحركه. بس فوز حلو تجربه حلوه. يا شباب بحكيكم شغله يعني انا عد ما فزت واستمتعت بالفوزة. والله ملل هيك اقسم بالله. والله شلون فوز شلون خرافي. يطلع منه بصراحه معلم. سبعة بأربعة بواحد بواحد سوريين. لا سوريين. واحد اسمه حسين سوري حسين والتاني اسمه حسين بيج بوس. والتاني اسمه سوبر زيرو سكسكرايب زيرو 30 والتالت اسمه شادي 94. ايش رايكم نبعت لهم؟ في واحد اسمه ايش اسمه في واحد ايش اسمه سوريا ايه اس واي ار بيج بوس بعت لي اد. بلغ هو هو والله بالله يجيب كريز ايش هو هو. تروح انت بعد المفايت. لا لا يا يا ايج ايج اسفين اسفين يا ابن سوريا اسفين اسفين على جلتش في جلتش.
والله عيب والله عيب الله عسفين طالب فينا عصور مقطع فيديو للأمانة يا سيدي والله عيب ما نصح ندور عليكم نطلع له وما ندور والله شوف يا رب عم تو ريبورت علينا يا رب عم تو ريبورت بنات اللي قلاش على اليوتيوب ما عملنا عم تو ريبورت عم تو ريبورت علينا عرب لا شفناكم عرب ما عملنا اكثر شيء زعلت عليه على حسين عنده سبع كلمات او تحدي على اليوتيوب فقالوا خلينا نساويه اسمعوا رح احكي لكم الموضوع من الاول الموضوع هو انا عندي قناه اليوتيوب وعامل بث مباشر وفي ناس بتتابعنا فقلت لهم تعالوا نعمل الجليتش ونطلع فوق الغيم ونضل متخبين ونشي السمك والامور هاي قال تمام طلعنا فانتونا عم بشوف الريبلاي عشان اخذ عندكم لقطه شو انتوا عم تضربونا من تحت فطلعت اسماءكم سوريا حسان وسوري شا وسوب 030 وشادي وفي تاني بيج بوس كلكم موجودين فقلت لهم انه الشباب سوريين ضيفوهم بعت لهم اسمه لحسان على اساس يضيفهم تضحكونا ودخلت لعنا ونعتذر منكم مره ثانيه ولا تواظبونا عادي عادي ولا يهمك من الشباب؟ اي خواتنا خربنا من سوريا من سوريا من وين من سوريا؟ انا قلت لهم بس هذول من الخومين من الخومين وين احنا؟ لا والله والله كنت مرتفعين مرتفعين 1000 متر على الارض 1000 متر لك انت كمان بنينا انا بنيت وصلت شيء فوق الارض شيء 600 700 متر وما شفتكم لا ما بتوصل اكثر شيء بحطوك تطلع مرتفع 200 متر وبعدين توقف خلاص والله اي ما بصير تطلع فوق ال 200 متر نحن حتى ما توصل انت ال 200 لان احنا حسبناها اول شيء لعبناها بالكرياتيف بالبلاي جراوند بنينا لاخر درجه الطياره بتطير فوقها لسه تمام ونحن بعد ما طلعنا فوق ردينا طالعنا حالنا فوقها شيء 700 متر نعم يعني احنا على الخريطه بكره بتشوفوا اذا بدكم تشوفوا الفيديو على ايش اسمه تلفيستا بتوري طبعاً سوري أنا وعبود أردنية من اليوتيوب من وين أنتوا من سوريا؟ عندك حسن حلب ونحن من الشام وساب زيرو من حمص يا أهل وسهلا على راسي خيو حسن أكثر شي بعتذر منه أنا بعتذر منك ليش؟ سبع قل ضياتر حلبي أه؟ طبعاً إذا شو قلنا نلعب؟ ندخل كرياتيف محط بعض حطك كرياتيف 4x4 عشان نقول ما تقتلوني احنا نقتلكم ايوه حطك كرياتيف ما اسمع انا وعبود سلفستر جنرال اللي كنت الاربعة ايش ادخل احنا اربعة اي اربعة واربعة يلا حط تاني نلعب نتسلى كله لا نتسلى احنا راح نتسلى لا لو الشباب معرقين ايش بك يا زلمة مع انه كان عدد جلالنا قد عدد جلالكم ها كان انا احنا سبع جلال انتوا عندكم ايش قد كان عندكم 11 كيف كان 11 كيف والله بنقول اقسم بالله او اول ما هي بدت تخرجوني سلام اسواي اسواي اي والله كله اسواي نايس كفو يا عيال نعتذر للمرة 55 لان خسرناكم الجيم لا ما قتلنا ولا واحد ما قتلنا شر واحد خلينا مع البعض انا بينك 200 واعطاني شوت 200 يلا شباب على الخط على الخطة وبيروحوا كنت مالكو شادي طالعنا حسان لا وحف قصاي قتلوا له لا تخب لا ما فنشت كمان لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا